قبل 5 سنوات واجهت 5 مشكلات. أنا بمشي على الرقم 5 هذا كثير عشان 5 دقائق هذه، وعشان عندنا هنا 1 2 3 4 5 نفس الشيء. أنا عندي هنا الخماسية هذه بمشي عليها. كان عندنا وعندي شخصيا واجهت 5 مشكلات. المشكلة الأولى، أنا كإعلامي تلفزيوني كان فيه اليوتيوب بدأ يسحب الزباين مننا، وبدأ يعني ينافسنا في سوق المشاهدة. هذه كانت مشكلة تؤرقنا، لكن ما وصل طبعا للمستوى الحالي المقلق جدا. المحتوى العربي في المقابل كان في يوتيوب نادر ولا يوازي أبدا الإقبال اللي قاعد الناس تتجه إليه في يوتيوب. هذه المشكلة رقم 2. والمشكلة رقم 3 هي أنه الكفاءات والإنتاجية الكافية لملء هذا الفراغ كانت كذلك نادرة، كمن وكيفا. يعني كان عندنا مشكلة أنه الشباب والكفاءات غير موجودين بالعدد أنهم يملوا هذا الفراغ الموجود في يوتيوب، وكذلك جودة المحتوى وجودة إنتاجهم كان جدا ضعيف. المشكلة الثالثة الرابعة هي مشكلة إدارية عندنا في قناة المجد، ومشكلة شهيرة، وهو حصل هناك نوع من التغيير الجذري في الملاك. ذهب المؤسس الشيخ فهد الشميمري، وجاء أحد المؤسسين كذلك الشيخ حمد الغماس، وحصل بالتالي تغيير جذري، وجاء كذلك تغيير إداري، وجاء أنا الشخص يعني اللي بسميه الآن أبو محمد. وصل أبو محمد وغير لي في حياتي الإعلامية الشيء الكثير. في شيء شخصي كذلك، وهو مطلب جماهيري ومطلب إداري ومطلب شخصي كذلك، بأنه أغير الشكل الذي كنت أقدمه على الشاشة. أنا كنت أقدم برنامج حياتك، والناس عرفتني ببرنامج حياتك، فكان في نوع من التحدي، هل تستطيع أن تقدم شكل جديد ولا هذا آخر ما عندك؟ وكان أمامي تحدي أمام نفسي وأمام جمهوري وأمام إدارتي أني أقول لهم أنه نجاحي هذا ليس صدفة، وأن نجاحي لهذا ليس محدود بشكل ما، فكنت أفكر في شكل جديد. هنا ظهرت 5 تساؤلات لهذه 5 مشكلات. كيف يمكن أن أصنع تحالف بين القوى الإعلامية العظمى حاليا وهو التلفزيون، والقوى الإعلامية الصاعدة بقوة وهي اليوتيوب؟ بدل ما أننا أحاربه، كيف أتفاعل معه وأتحالف معه؟ التساؤل الثاني، كيف يمكن أن أساهم في سد الثغرة الهائلة في يوتيوب وملئها بمحتوى عربي ومجهز اليوتيوب وليس مستهلك؟ لأنه كان معظم المحتوى الموجود في يوتيوب هو مستهلك من التلفزيون، أو محتوى دخيل أو محتوى عفوي وليس منتج بشكل خصيص. ثالثا، كيف يمكن أن أساهم في صناعة صناع هذا المحتوى اليوتيوب العربي المؤثر الجاذب النقي؟ كيف يمكن أن يكون لي بصمة في صناعة هؤلاء الصناع القادمين؟ طبعاً في هذا الوقت ما كان في ولا أي قناة من القنوات المعروفة حالياً اللي تشاهدوها. أنا أتكلم عن 2009. 2009 أحد يذكر أي نجم من نجوم اليوتيوب الحاليين؟ قبل 5 سنوات ما بدأت ثورة اليوتيوب إلا من بعد 2010. رقم 4، كيف يمكن أن أرضي طموح مدير الجديد الطموح أبو محمد؟ وكان رجل طموح ويجلس معنا كثير ويحاول أن يستخرج مننا أفكار تلفزيونية، وتقريبا أصبته بالإحباط، ما طلعت معنا أفكار تناسب طموحه وإبداعه. أخيرا، كيف يمكن أن أخرج من عباءة حياتك وبرنامج الوثائقي جنان وأستعرض عضلاتي الإعلامية في حلبات أخرى؟ هذه كانت التساؤلات 5، وكانت إجابتها هي هذا المقطع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا وقت جديد من أوقات برنامج الشاشة لك، تجتمع فيه متعة المشاهدة مع متعة المنافسة. درجة؟ درجتان. 3 درجات؟ 3. حافي 5 وفي منفقة 5. 6 درجات. درجة؟ وجهات 0. وجهات 0. أوف، 0. الصفر هنا افتراضي وغير حقيقي. وهذا هو الوقت الذي نترك فيه الشاشة لك عزيزي المشاهد، لتمتعنا بما تصوره من مقاطع مثيرة ومن أفلام قصيرة على ألا تتعدى 5 دقائق. إيش تبي؟ وراك طول جميل بزبالة عندك أنت وياك.
مرة عزمت على التغيير. أبي أقول رسالتي بصوتي أنا. جميعنا نشاهدها ونستمتع بها وننتقدها ونتعلم من نقدها ونقيمها. لاحظت بس إطالة في البداية، يا ريت قصروها. كانت المقدمة قوية جدا، خصوصا أنه يعني جابها بطريقة جانبية، اعتمد على الصوت أكثر من الصورة. ونعطي صوتنا للأفضل منها كل ليلة. احنا ما نبحث عن الاحترافية الكاملة، لكن نبحث لمن يستطيع أن يقول رسالة. هل يمكن أن تعطي صوتك يوما ما للقطة جوال فقط؟ ممكن ممكن. 30 درجة في يد لجنة التحكيم الموقرة، 30 درجة في يد الجمهور الحاضر، 40 درجة في يد المشاهدين الكرام، وهذه 100 درجة تتوزع كل ليلة. كلنا نصور، كلنا نشاهد، كلنا نقيم، وواحد فقط يفوز كل ليلة بجائزة البرنامج اليومية، ويتأهل للفوز بدرع الشاشة لك و100 ألف ريال نقداً. هذه كانت الفكرة، وهذا كان الموسم الأول، وهذا كان جوابي لتساؤلاتي والتحديات التي واجهتني. هل تعتقد أن البداية كانت سهلة؟ أبداً، البدايات طبعاً. البرنامج هو حالياً هو يقدم أكبر جائزة عربية للأفلام القصيرة للهواة. لا يوجد برنامج ولا مهرجان يقدم أكثر من 300 ألف ريال، 100 ألف للأول، 50 للثاني، 25 للثالث، إضافة إلى جوائز عينية أخرى. فأصبح البرنامج يقدم أكبر جائزة عربية، وبالتالي شجع الشباب لأن ينخرطوا في مثل هذا العمل، سواء اللي كانوا يفكروا من قبل أو اللي دخلوا بعد ما شافوا زملائهم وحبوا ينافسوهم. البدايات كانت مقلقة جداً. تخيل أن احنا كنا ممكن نستقبل هذا الفيلم، وهذا هو أحد الأفلام اللي عرضت في الحلقات الأولى. بعد بعد، يلا واحد اثنين ثلاث. طيب تمرين هذا تمرين، يلا تمرين السرعة. بسرعة لا تأخر. أيوة يلا تمرين للبطل محمد بن مسفر، يلا بسرعة. اي تمرين على، يلا بسم الله، يلا يا سلام. يعني هذا كان أحد الأفلام القصيرة التي وردتنا، وكادت أن تصيبني بالإحباط، وفعلا كان البرنامج على الهواء. البرنامج كان على الهواء، وأربع أفلام في كل يوم نعرضها، وأمامي لجنة التحكيم موقرة، وجمهور يصوت، وبرنامج رمضاني، وثلاثين حلقة كل يوم، أربع حلقات. فخلاص أنا شعرت أنه الاسم اللي بنيته كله مع السلامة. رحت لأبو محمد، يا أبو محمد، هو دعمني في الفكرة وقال لازم تمشي. أنا توقعت أنها فكرة مجنونة، دعمها فورا ومباشرة وبأكثر من مليون ريال في قناة المجد. فقلت له خلاص راحت فلوسنا وراح اسمي، يلا شوف لنا حل. فقال لا استمر، وبدأت البشائر تأتي. وكان معنا يعني مثل هذه المشاركات اللي أعادت النفس لنا والروح الإيجابية. كل كلمة تقولها تجرح أو تداوي، كل كلمة تقولها يتبعها أثر. ليه تقول أف لأمك وأبوك؟ وكلام جارح تخسر بره؟ ليه تصرخ في وجه زوجتك وتحطمها بكلامك القاسي؟ حتى أولادك حارمهم الكلمة الحلوة، وكل اللي يسمعونه منك سب وشتم وتجريح. كلام قاسي يترك أثر ويدمي قلوب. كلمة حلوة بابتسامة داوي كل قلب انجرح. بكلمة حلوة نكسب قلوب البشر ونزرع أحلى أثر.
طبعا ياسر وعماد الغامدي كانوا احد ابناء الشاشه لك الذين لم يصوروا مقطعا ولا فيلما قبل هذا البرنامج، والان هم ما شاء الله وغيرهم الكثير. هذا ترى كله في الموسم الاول، والمواسم التي تلتها لمن يتابع كانت يعني اقوى من هذا الموسم. دخل الكبار معنا، يعني احنا كنا متخوفين من عدم وجود يعني شباب بس يعني يتخطوا مرحله السعفه النخيل والتمارين اللي على النخل. تفاجأنا انه وجود مخرجين كبار، بل احد اكبر المخرجين مثل يعني صاحب المشاركه والفيلم التالي دخل معنا، وكانت حصلت مفاجاه بعد ما دخل كذلك. نشوف مثلا هذا الفيلم صوت نوره. اسمي نورة، عمري 5 سنوات ونص. الصوت اللي تسمعونه هذا ما هو صوتي، هذا صوت المخرج حاطه عشان تسمعون رسالتي، لكن اسمحوا لي أبي أقول رسالتي بصوتي أنا. هذا عبد الله المخرج، عبد الله العياف، ويعني هو احد المخرجين الكبار ودخل، والمفاجاه انه يعني مشاركته لم تفز بين الهواة اللي دخلوا، بل فاز بالجوائز يعني الهواة، وهذه مثلا مشاركه اللي فازت في هذا الموسم، باخذ منها ثواني سريعه. عزام والله ترى هو وده يجي زيكم، مو بشايف شيء. طيب اخيرا يعني 5 ثمار حققناها في برنامج الشاشه لك، انا وفريقي وادارتي وقناتي والمشاركين في البرنامج من مقدمي الافلام. الشاشه لك ساهم في تهيئه وتنميه بيئه صناعه الافلام القصيره وفي مختلف المناطق السعوديه. ترى اللي فازوا بالجوائز واللي جابوا الافلام موجودين في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط، بل ان الجوائز لم تذهب في الوسط. الجائزه الاولى ذهبت في القصيم، الموسم الاول ذهبت في الطائف، الموسم الاخير راحت للزلف في مره ثالثه. فالحمد لله كوننا بيئه، والبيئه هذه تتنامى بشكل كبير، وهذا كان احد اهدافنا. ثانيا كسرنا التخوف السائد من عدم قدرة الإعلام المحافظ بين قوسين على المنافسة في هذا الفن، فن الأفلام القصيرة، وملأ الشاشة لك يوتيوب بمحتوى غزير وقصير وحفز الآخرين للمزيد. ربما بعض الناس لم يشاركوا في الشاشة لك، لكنهم ابتزتهم واستفزتهم المشاركات هذه للمزيد. ونجح الشاشة لك في رفع ذائقة المشاهد وقدرته على النقد من خلال لجنة التحكيم التي كانت عمود وركن ركين في هذا البرنامج بملاحظاتها ونقدها، واستقطب الشاشة لك داعمين ورعاة وشركاء لشبكة المجد، وهو أحد الأهداف التي يعني في بال كل قناة. أحد الشركاء معنا كان STC، ودخل معنا في مسابقة فرعية خاصة، وحصل أحد المقاطع في منافسة الشاشة لك STC على هذا الرقم 4,344,300، هذا إلى الآن إلى اليوم. هذا الرقم لو دخلت إلى قناة STC اليوم ستجده رقم 1 في كل الأفلام التي أنتجتها STC، رغم الاحترافيين اللي ينتجوها، مع احترامنا لهم، لكن أنتجه 1 من أبناء الشاشة لك لم يكن محترفا، ربما الآن أصبح محترفا، وهذا الرقم
تقريبا يوازي 25% من قيمة المشاهدات كلها على قناة STC. طبعا كان ودي أختم بخمس أفلام لكن الوقت ما يسمح، اختاروا واحد من هذه الأفلام، كل واحد وراءه قصة. طلقة مثلا على سبيل المثال هو خمس، خلينا نشوف طلقة اللي يقول البرنامج ترى من 5 ثواني إلى 5 دقائق المسموح فيه. يقول لي واحد كيف 5 ثواني؟ يا تلحق يا ما تلحق. شوف طيب، في طبعا أفلام كثيرة ولكن يعني ما ودي أخذ من وقت زملائي القادمين. أختم بس بأنه الشباب اللي صنعوا حتى تشويقات البرنامج وإعلانات البرنامج في المواسم الأخيرة هم صناع، هم المشاركين في البرنامج. نشوف آخر شيء مثلا اللي هو عندك شيء وبه نختم. هذا الإعلان هو من إنتاج المشاركين في برنامج. أتمنى أنه تشوفوا كل الأفلام وهي موجودة على قناة الشاشة لك وتقدروا هؤلاء الشباب غير المحترفين واللي غيروا في الساحة كثيرا، وكثير منهم الآن موجودين في الفرق العاملة في برامج اليوتيوب. طبعا فكرة الشاشة لك صح كانت فكرتي، لكن أي فكرة ممكن تموت في الطريق، كانت بدعم فوري ومباشر من أبو محمد. من أبو محمد هذا؟ هو الدكتور أحمد الصقر. أبو محمد هو كان الرئيس التنفيذي لشبكة المجد، والآن هو الرئيس التنفيذي والمدير العام، ما أعرف إيش لقبه لي، قناة عالي، وهو سبب في وجودنا هنا جميعا، فهو أين محل يحل الإبداع. شكرا جزيلا لكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.